الناس راهي تقبل للتلقيح، ويعني حتها انها ما تسالش تقول لنا انا بوغ فيك ندير التلقيح تاعي ونسلك روحي. ان فيه وعي، فيه وعي برك عند المواطنين، وحنا رانا يعني بيان سور نشكروا الجهاز الاعلامي ونشكروا حتى يعني الاطباء والممرضين والطاقم الطبي كله اللي يعني في الحملات التحسيسيه اللي داروها بمساعده يعني الجهاز الاعلامي اللي قاموا كل يعني بكولابوراسيون كما يقولوا، وداروا هذه الحمله التحسيسيه اللي خلات المواطن ياخذ وعي وتنقص منه المخاوف بالنسبه لهذا التلقيح. والتلقيح نعلم المواطنين انه امر عادي جدا. بون نقول شوف انا بلي خرجه مليحه هو انه التلقيح جا حتى لعندنا، مليحه اللي كنت تعمم على باقي المؤسسات، لانه نشوف بلي التلقيح اليوم اصبح ضروره، يعني لازم ما كاش اللي نهربوا منها. المرضى راهو غير يزيد، كل واحد فينا ما يخممش غير على روحه، يخمم بالك هو صغير يحمي عائلته يحمي والديه. وانا نقول للناس والشعب الجزائري اللي يقدر اليوم عنده امكانيه بما انه التلقيح هذا راهو متوفر وبالمجان انه يروح يلقح، ما يخليش حتى يفوت الاوان ونولوا في امور اخرى. الحمد لله انا كي درت حسيت روحي مليح على بالي باش ما نديش المرض الاخر، ما نقول بالك انا المرض هذا يضرني ولا، بصح كي الفاكسا مليح. دوكا الناس قاع رانا نشوفهم سبيطارات راهم معمرين بور ايفيتي باش ما نديوش المرض للناس الكبار، كاين الناس حنا باك نقدروا نسيبورتيوها، بصح كاين المرض الناس الكبار ما يقدروش يسيبورتيوها. قلت لك لا فاكسيناسيون لا بوبيلاسيون مع الاول ما كانتش حابه تجي، وكان كنا نخدموا بون كنا نخدموا كما نقولوا عدد قليل بارابور واش هادو اليومين ولا ثلاثه الناس فاقت وعاد تجي.